شبك، شو صار لك فجأة؟ عن جد ما بعرف، حاسس بشعور ماني مرتاح له أبدا، حاسس أني مو مرتاح، إحساسي مو حلو. امتياز، لا تتصرف مثل الأولاد، تعرف أنه مستثمرين دلهي كتير مهمين للشركة والشغل معك؟ أي بعرف أنهم مهمين كتير للشركة، بس عم فكر أنه إذا صار شي غلط ما رح أقدر سامح حالي أبدا، لهيك أنا متوتر. امتياز، أنت عم تتوهم بدون داعي، حاجة تفكر بهي الطريقة. طيب ماشي، ما عاد رح فكر، ليكي برجع بحكيكي. ماشي ماشي، يلا باي. مو هيك يا زوجي حبيبي، هنن ما بيقولوا باي، بيقولوا بشوفك قريبا. طيب ماشي يا مرتي يا حبيبتي، ما رح قلك باي، انتي لا تزعلي حالك، اوكي؟ رح قلك بدالك.